انت عشان تسافر الجهة الوحيدة المنوطة بهذه الامور هي السفارة الاوكرانية في بلدك. بحاول ان انا انقلك الصورة لا اكتر ولا اقل يا برنس. اكتر من كده مساعدة اساعدها لحضرتك؟ اجي اخد لك انا التأشيرة بدالك؟ انا تحت امرك والله. لو دقت بكم الارض غيروا الارض، وده مش عيب، بالعكس ده حقك ان انت تغير الارض وتدور على عيشة افضل من العيشة اللي انت عايش فيها او المستوى الاجتماعي اللي انت عايش فيه. ان احنا نحسن مستوانا المادي ده أمر مشروع للجميع، الكل بيجاهد عشان يكسب فلوس ويبقى غني، بس في واحد بيبقى عنده رضا داخلي وفي واحد بيبقى عنده جشع. الجشع ده بيظهر في صورة سلبيات، في صورة تحطيم، في صورة إحباط. ناس كتيرة قوي حواليك، واحد عاوز يرجعك واحد عاوز يزقك. أنا من الناس اللي عاوز أزقك لقدام للمستقبل. اتحرك من المكان اللي انت موجود فيه، ما تفضلش تسأل، حاول ان انت تبدأ. وتبدأ اول خطوة ان انت تظبط اوراقك، اهم حاجة تظبط اوراقك لو جاي على اوكرانيا او غير اوكرانيا. فهمت؟ صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهاردة حلقة جديدة وموضوع جديد، ازاي اساعدك ان انت تسافر تيجي اوكرانيا. اولا قبل ما اقولك اساعدك ازاي تيجي اوكرانيا، بص حضرتك لو كلفت خاطرك ورجعت الفيديوهات الخاصة بالقناة بتاعتي هتلاقي ان انا فعلا بساعدك اكبر مساعدة في حياتك. هتلاقي معلومات مهمة جدا تعتمد عليها لو حابب ان انت تيجي على اوكرانيا. بالنسبة للناس اللي بتطلب مساعدتي، والله يا جماعة انا لا املك لنفسي اي شيء، يعني انا مش القنصل او انا في وزارة الخارجية الاوكرانية فانا هسهل لك السفر، يعني هذه الامور مش في ايديا. حضرتك لو حابب ان انت تسافر فعلا وعاوز تيجي على اوكرانيا وتبني حياة جديدة لنفسك، يبقى عليك باول طريق هو السفارة الاوكرانية في بلدك. السفارة الاوكرانية لو ما عرفتش تروحها شخصيا، تقدر حضرتك تطلع على موقعهم وتشوف شروط السفر ايه، بيحتاجوا ايه في الاوراق. كل هذه الامور تكون محضرها وتبدأ تحضر نفسك للسفر وتيجي على اوكرانيا. طيب انت لو جيت سياحة وكسرت تأشيرة، ينفع تعيش في اوكرانيا وتشتغل وانت كاسر تأشيرة او كاسر فيزا زي ما بيقولوا؟ لا، الكلام ده مش مظبوط، خليك تبقى واقع. يعني حضرتك جاي على اوكرانيا سياحة، هتقعد الفترة الموجودة لك في التأشيرة بتاعتك وترجع على بلدك تاني. ده بالنسبة للناس اللي عاوزة تيجي سياحة. اما بالنسبة للناس اللي عاوزة تيجي دراسة، الدراسة قفلت، او حضرتك تشوف لك مكتب يكون جنب بيتك عشان محدش ينصب عليك في الانترنت. يعني كده اكبر مساعدة ليك. لو انت حابب فعلا تسافر وتيجي اي بلد في العالم مش اوكرانيا بس، لازم تكون محضر الاوراق اللي تؤهلك ان انت فعلا تسافر وتاخد تأشيرة بمنتهى السهولة. لكن حضرتك ما معكش اوراق، معكش اي حاجة، معكش فلوس، سفر بيحتاج فلوس كتير جدا، فلازم حضرتك تكون ظبط نفسك وعامل استعدادك لهذه الامور. البنات المحترمين كتير ودلتك كتير على ان انت ازاي تعرف بنت. اهم حاجة في العلاقة اللي انت هتبدأها، حاول ما تستعجلش العلاقة، حاول تخلي كل حاجة تاخد وقتها، وبلاش القلوب والبوس والحب من اول اسبوع عشان ده غلط. لو حبيت بنت وعاوز تدخلها دينك عن بعد، انصحك بلاش. لو وافقتك تبقى بتكذب عليك وبتضحك عليك. ليه؟ لان الناس دول ما يعرفوش كده، الناس دول عندهم عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا وأدياننا. فهمت؟ حتى المسيحي هنا غير المسيحي العربي، فتخلي بالك من هذه الامور، ما تنسقش ورا الناس اللي بيقولوا لك احنا هنأسلم عشانك، احنا هنخش الدين بتاعك، احنا هنعيش في بلدك عشانك. الكلام ده كلام مش مظبوط. اكتر من كده مساعدة اقدر اساعدها لك، تخلي بالك في الغربة من القراع والفشار والقليل الاصل والواطي واللي معدنه خسيس. خلي بالك من الناس دول، هتقابلهم كتير قوي في الغربة، بقول لك خلي بالك منهم. دي نصايح بنصحها لك عشان تخلي بالك. اكتر من كده مساعدة اساعدها لك، تعرفت على بنت من البنات الماديين اللي موجودين كتير قوي في الانترنت، والغالبية بيكونوا رجالة، وانت بتحسب ان انت بتكلم واحدة ست مجرد ان هو حاطط لك صورة بنت وهو في الاساس راجل. حبيت تعمل بيزنس او تعمل شغل في اي بلد في العالم، حاول ان انت تروحها زيارة الاول، تشوف امكانيات البلد، تشوف وضع البلد، تشوف الناس، تشوف ايه الاحتياج اللي محتاجينه داخل البلد. لكن هتيجي تعمل بيزنس وانت ما تعرفش حاجة عن المكان اللي انت رايحه، يبقى انت بتضيع فلوسك وبتضيع وقتك. محتاج تدرس فيه كتير قوي طرق للدراسة، بس اولهم انا بنصحك بيها ان انت تشوف مكتب عشان ما حدش يضحك عليك، مكتب يكون جنب بيتكم زي ما قلت لك في اول الفيديو. ناس بتقول لك السفر اوكرانيا، اوكرانيا بلد مش كويسه، خلاص اسمع كلام الناس وما تجيش على اوكرانيا، حاول تشوف بلد تانية. بلاد كتيره، روح تركيا، روح روسيا، روح جورجيا، روح اي بلد، المهم تلاقي نفسك ويكون انت فعلا عندك استعداد ان انت تعيش، والبلد اصلا بتسمح لك ان انت تعيش فيها. ما في فرق بين ان انا اعيش في بلد وان انا اروحها
سايح او اروح اتفسح. ده موضوع وده موضوع. لو حد مفاهم حضرتك ان اوكرانيا زي دول الخليج وعقود العمل والكفيل والكلام ده كله اللي اتلغى في الدول العربية، ده مش موجود هنا. يعني مفيش حاجة اسمها عقود عمل. بالنسبة للناس اللي عاوزة تشتغل بعقد عمل لازم يكون مقيم في دولة اوكرانيا ويجي يعمل اختبارات بتاعة العمل بتاعته ويشوفوه الناس وهو يشوفهم ويعرف المرتب بتاعه ويعرف هذه الحاجات، وبعد كده يقرر يشتغل او ما يقررش، او هم يقرروا يشغلوه او ما يقرروش. بتسألني عن اسعار الطيران. اولا اسعار الطيران يا جماعه بتختلف من موسم لاخر، يعني اسعار الطيران طالع ونازل زي ما بيقولوا. يعني حضرتك تابع شركه الطيران اللي انت حابب تسافر عليها بعد ما تاخد التاشيره بتاعتك واسالهم التذكره بكام ذهاب واياب. فهمت حضرتك؟ لازم تسال المتخصصين مش تسال الناس في الانترنت. عشان تسافر باي تاشيره ما كانت سياحيه او دعوه خاصه او دراسه او الحاجات دي معروفه في السفاره قواعد ثابتة. يعني ايه قواعد ثابتة؟ يعني حضرتك هتلاقي اللي بيعمل تأشيرة سياحية او اللي عاوز يعمل سياحة لازم يجيب كشف حساب من البنك، واللي جاي بدعوة خاصة برضو لازم يعمل كشف حساب، واللي جاي يزور زوجته لازم يعمل كشف حساب، واللي جاي يدرس لازم يبقى فيه كشف حساب. يعني دي ثوابت لكل التأشيرات. حاجة تانية التأمين الصحي. التأمين الصحي ما دمت حضرتك ما معكش إقامة في أوكرانيا يبقى يلزمك تأمين صحي عن الفترة اللي انت موجود فيها. ده روتين عند السفارة مش عندي انا. حاجة تالتة لازم حضرتك تروح مكتب الفيزا سنتر التابع للسفارة الأوكرانية في بلدك. ومن الثوابت المهمة برضو هضيفها على المعلومات، لازم يكون عندك مهنة كويسة في الباسبور بتاعك. يعني حضرتك لو صاحب شركة يبقى مطلوب من حضرتك ان انت تجيب بطاقة ضريبية او سجل تجاري. لو حضرتك شغال في منشأة يبقى محتاج حضرتك تجيب خطاب من العمل بتاعك يفيد ان انت بتشتغل في هذه المنشأة وان انت متأمن عليك والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. يعني دي ثوابت يا جماعة بالنسبة للأوراق هتلاقيها في كل التأشيرات. جاي على أوكرانيا حاول ان انت ما تتعاملش مع الغرباء كتير. حاول ان انت حضرتك تغير فلوسك بنفسك في المكاتب الصرافة الموجودة والمنتشرة او البنوك المنتشرة في اوكرانيا. حاول حضرتك تجيب لبس تقيل لو في جو ساعة زي الايام اللي احنا موجودين فيها. حاول حضرتك ان انت تتعلم اللغة. حاول حضرتك ان انت تعمل اكل لو انت ساكن في السكن الجامعي او في سكن خاص، حاول تعمل اكل داخل منزلك افيد ليك من اكل المطاعم. كل دي نصايح انا بنصحها لك. يبقى ازاي انا ما بساعدكش؟ قلت لك خلي بالك من الناس المفترية اللي بتحاول تفرض قلوعة على غيرك. الناس دي النهاردة فردت قلوعة على غيرك بكرة هتفتري عليك. ابعد عنهم من البداية عشان ما تتعبش. ابتعد عن الناس اللي بتشرب خمور، اللي بتشرب مخدرات. ابتعد عن هؤلاء الناس. ابتعد عن الناس والعينات دون المستوى اللي احنا عارفينها كتير قوي وبنقابلها في مجتمعاتنا واحيانا بيبقوا في وسط اصحابنا. يعني هؤلاء الناس ابعد عنهم. البعد عنهم غنيمة. ليه؟ دول هيرجعوك ورا. دي كلها نصايح بنصحها لك. يبقى ازاي انا ما بساعدكش على السفر؟ والله لو في ايدي اساعدك والله العظيم ما هبخل ان انا اساعدك، لكن كلامي ده ليك اكبر مساعدة. لان انا في يوم من الايام وناس كتيرة قوي في يوم من الايام كانت بتدور على حد يعطيها معلومة وهم رايحين يسافروا اول مرة في حياتهم وما كانوش بيلاقوا. فانت قول الحمد لله ان انت لقيت حد زي خالد او غير خالد. ناس كتيرة قوي بتتكلم في الشأن الاوكراني، ولكن انت حضرتك استفاد من هؤلاء الناس من هذه التجارب للناس اللي سبقوك قبل كده. اخر حاجة بقى في موضوعنا بتاع مساعدتك للسفر. حضرتك بلدك في المنطقة الحمراء او المنطقة الخضراء اللي هو الزون الاخضر او الزون الاحمر، حضرتك عشان تخش اوكرانيا لازم يكون معاك اختبار البي سي ار. فلازم في هذه الايام تعمل الاختبار وانت جاي على اوكرانيا. يعني هذه الامور انا بحاول ان انا خليك تمشي في الطريق الصح. لما بقول لك تعالى واشتري بيت بقول لك روح اشتري من الحته الفلانيه عشان ما يضحكش عليك، عشان لو رحت بره هيضحكوا عليك ويلهفوا فلوسك. بقول لك ما تتجوزش البنت الماديه عشان البنت دي هتقشطك وتفلسك وتنظف جيوبك. بحاول اساعدكم بقدر المستطاع على قد وقتي وعلى قد مجهودي. نخلي بالنا من الاعلانات اللي بتجيلك على البرامج، البنات اللي بترقص لك، البنات اللي بتقلع لك ملط، دول ما يصلحوش ليك زوجه. خلي بالك من هذه الامور واتقي الله عشان ربنا يكرمك. انت حاول كمان ان انت تساعد نفسك. انت لو انتظرت الاخرين يساعدوك صدقني ما هتلاقي حد يساعدك ولا يشيلك ولا يزقك ولا يحركك ولا يقول لك كلمه. انت لو ما ساعدتش نفسك هتتعب جدا في الدنيا سواء في بلدك او في الغربه. لو حابب ان انت تسافر اي مكان في العالم روح حقك المشروع. لو انا قلت لك ما تسافرش وما تجيش يبقى انا كده بظلمك. ليه بظلمك؟ لان انا في يوم من الايام سافرت وعافرت في الدنيا لحد ما وقفت على رجلي. الحمد لله رب العالمين. فانت كمان حاول ان انت تعافر وتعاند في الدنيا عشان تنول اللي انت عاوزه. فهمت حضرتك؟
صباحكم ورد وعسل. يا رب موضوع حلقة النهاردة يكون عجب حضراتكم. بحبكم، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. سلام عليكم.